بيكم يا أصحابي في حلقة جديدة من ألف بها عقيدة. بنرحب بيك يا سيدنا معانا في حلقتنا النهاردة. أهلا بأصحابي اللي معانا في الاستوديو. كلنا يا أصحابي عارفين حد الزعف اللي هو برضو بنسميه حد الشعنين. كلنا بنروح الكنيسة في اليوم ده وبنجيب الزعف معانا صح؟ صح. حد يعرف طيب اليوم ده احنا بنحتفل بإيه؟ يعني حد الزعف ده احنا بنحتفل بإيه؟ طيب قول. لدخول بابا يسوع أورشليم. سليم، برافو عليك. احنا فعلا اليوم ده بنحتفل بدخول بابا يسوع أورشليم. ايه بقى اللي حصل في اليوم ده؟ بابا يسوع قبل ما يتصلب كده بكام يوم قال لتلاميذه روحوا ادخلوا القرية هتلاقوا أتان وجحش مربوطين فكوهم وهاتوهم. عارفين انتوا ايه الأتان ده؟ عارفين الأتان ايه؟ اللي هو ابن الجحش. لا، الجحش هو اللي هو ايه، الحمار الصغير صح، والاتان دي ايه اللي هي مامته. خلاص اوكي. هو قال لهم هتلاقوهم الاثنين مربوطين فكوهم وهاتوهم، ولو حد قال لكم بتعملوا كده ليه قولوا له ان ربنا محتاجهم. قالوا له حاضر. راحوا التلاميذ ودخلوا القريه ولقوا بالظبط زي ما بابا يسوع قال لهم، لقوا الجحش والاتان مربوطين ولقوا فكوهم وخدوهم. والناس لما سالوهم عايزينهم ليه قالوا لهم ان هو ربنا محتاجه، فسابوهم ودخلوا بيهم. راحوا بيهم بابا يسوع وفرشوا هدومهم عليهم عشان هو يركب. ركب وابتدى ايه يروح بقى في سكه انه يدخل اورشليم. دخل اورشليم، الناس كلها كانت مبسوطه وفرحانه ومسكوا الزعف زي ما احنا بنعمل يوم حد الزعف، مسكوا الزعف وهو داخل. وفي كمان ناس فرشت هدومها على الارض علشان هو يعدي كده زي كأن ملك معدي، ففرشين له على الأرض زي سجاجيد كده حطوا هدومهم عشان هو يدخل ويعدي. حتى الأطفال الصغيرين اللي كانوا موجودين كلهم كانوا فرحانين، أطفال كده زيكوا صغيرين كلهم كانوا مبسوطين وقعدوا يقولوا إيه، أوصانا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وهو داخل. وكانت كل الناس مبسوطة وفرحانة أن بابا يسوع داخل دخلة كده زي دخلة الملوك واستقبلوه حلوة قوي وهو داخل لهم اورشليم. حلوه الحكايه دي. طيب في حد منكم يحب يسال اي سؤال عن حد الزعف او يعرف اي معلومه؟ اوكي قولي يا ميري. يعني ايه شعنين؟ يعني ايه شعنين؟ قولي لنا اسمك. ميري. ميري، ميري يا سيدنا عايزه تعرف كلمه حد الشعنين دي يعني ايه. هو شعنين جايه من هشعنة، كلمة عبرية معناها خلصنا. وشوع يعني خلص، شوع. ويهو شوع يعني يهو خلص، اللي هي يهو شوع اللي هي يشوع أو يسوع. هو شعنا يعني خلصنا. هي نفس الكلمة جاية منها شعنين. خلاص يا ميري، هشعنا يعني خلصنا. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا ان هشعنا يعني خلصنا. طيب حد يحب يسأل اي سؤال تاني؟ اوكي حبيبتي قولي لنا بس اسمك ايه في الاول. انا اسمي ليليان. ليليان. هو ليه لما بابا يسوع دخل اورشليم كان راكب على اتين وجحش ابن اتين، طب ليه مركبش حصان؟ مركبش حصان. هو الحصنة بيركبوها في وقت الحرب، والأتان ممكن يكون أم الجحش أو أبوه يعني. المهم هو أتان وجحش ابن أتان، فاحنا مش عارفين كانت أمه ولا أبوه يعني. لكن النقطة إنه الحصان يدل على القوة والعظمة المادية يعني. واحد عايز يبقى كده حاجة فخمة أو يركب حصان كده. لكن الأتان أو الجحش يدل على التواضع، وبيركبوه مثلا واحد يكون رايح الغيط يعني. لما واحد فلاح رايح الغيط يزرع ما بيركبش حصان، بيركب حمارة يعني ركوبة بيسموها ركوبة. لكن السيد المسيح لأنه إله، لأنه ملك السلام وإله السلام ورب السلام وجاي عشان يصنع سلام، وقال طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فالنبوة بتقول هو لا تخافي
يا ابنة صهيون يعني بنت أورشليم يعني هو ظالم ملكك يأتيك وديعا وديعا راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. وديع يعني متواضع، متواضع القلب. فهو عايز يقول أنا مش جاي أورشليم عشان أقعد على عرش ملك، ولكن أنا جاي عشان أعمل سلام بين الله والإنسان وبين اليهود والأمم وبين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. كمان الأتان يرمز للأمة اليهودية والجحش يرمز للأمم، فبيقول أتان وجحش ابن أتان. طبعا ما ينفعش يركبوا هما الاثنين في وقت واحد، فكان بيعمل ازاي؟ يركب الأتان شوية بالجنب كده، يعني رجليه تبقى متدلدلة من الجنب، مش يركبه زي الحصان كده لا، لأنه مش رايح يحارب. فراكب وديع ومتواضع، ما انت عارفين بابا يسوع وديع وحلو كده. وبعدين لما شوية وينزل ويركب الجحش عشان يعرفنا انه كنيسة اليهود في الأول اللي هم الرسل والاثناشر والسبعين وكل اللي أمنوا بيه من اليهود ما عدا القيادات طبعا والرئاسات ورؤساء الكهنة، الأمة الرسمية يعني ما أمنتش بيه. وبعدين يركب الجحش رمز أن الأمم اللي هم زي مصر وروما واليونان والبلاد دي كلها القدماء المصريين كانوا الأول وثنيين، اليونان كانوا وثنيين، الرومان كانوا وثنيين، يعني الأمم اللي هم الوثنيين اللي هم البلاد الوثنية. الإيمان انتشر، انتشر جه مصر عن طريق مرمرقس وراح روما عن طريق بولس الرسول واليونان عن طريق بولس الرسول. وبولس وبرنابا بشروا في أنطاكيا، بس بعد كده بطرس راح أنطاكيا اللي هي في حاليا في تركيا وليها علاقة بسوريا، يعني بين يعني قريبة من سوريا. وتوما الرسول راح الهند، وكل واحد من الرسل راح بشر في بلاد كتيرة. فطبعا الهند كان عندها عبادة وثنية ومصر عبادة وثنية والرومان وثنيين واليونانيين وثنيين. فدول لما أمنوا بالمسيح بقى اسمهم كنيسة الأمم. يبقى الأتان رمز لكنيسة اليهود والجحش رمز لكنيسة الأمم. ليه بقى ابنه؟ ليه ابن الأتان؟ علشان كنيسة الأمم كنيسة اليهود كانت في الأول، لأن المسيح جه من نسل سبط يهوذا من نسل داود الملك، فالخلاص هو من اليهود. ولو أن اليهود هم اللي صلبوه لكن هو منهم، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. عرفنا ان بابا يسوع ما ركبش حصان عشان هو كان متواضع ودخل على جحش او على اتان، علشان هو مش داخل يحارب، هو داخل كملك يملك على اورشليم يملك علينا. مين تاني هيحب يسال؟ اوكي يا حبيبي. انا اسمي اسحاق، عايزين نسال سيدنا مع معنى كلمه اصلنا في الاعالي. هما المسيح كان بيعتبر ان الروح القدس اللي نطق على لسان الناس في اليوم ده. فكلمة أصلنا في الأعالي يعني خلصنا، قلنا هشعنا يعني أصلنا. فأصلنا هي هشعنا، هي اللي جات منها كلمة شعانين. فأصلنا العبري الصاد والشين بيتبادلوا، يعني أليشابع هي أليصابات. ويقولوا شالوم يعني سلام. فأصلنا أصلنا هي وشعنا او هوشعنا. فاحنا قلنا هوشعنا اللي هي جت منها شعانين، يعني خلصنا في الاعالي. خلصنا في الاعالي يعني ايه؟ يعني دخلنا ملكوت السماء. دخلنا الفردوس الاول، زي ما اللص اليمين قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فأصلنا في الأعالي يعني صالحنا مع الأب السماوي، يعني خلينا نصطلح مع الملائكة والسماء ونصطلح مع الأب، وبالتالي يبقى هنصطلح مع الثالوث القدوس. وصلنا للسماء، وصلنا في الأعالي، وصلنا مش توصي بينا،
مش زي ما نقول يوصي تبقى أوصنا. لا، هي هو شعنا، يعني هو صنا، هو صنا يعني خلصنا. بس خلصنا في الأعالي يعني خلي الخطية بتاعتنا عند الآب تتغفر. يقول إن أخطأ أحد، يوحنا الرسول، فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. عشان كده المسيح بعد ما اتصلب صعد للسماء، وعشان كده على الصليب كان متعلق بين الأرض والسماء، عشان نعرف إن هو الطريق اللي يوصل للسماء. وصلنا في الأعالي يعني خلصنا في الأعالي. فلو إحنا الآب رضي علينا يبقى هننال الخلاص. طيب مين يحب يسأل سؤال تاني؟ يلا اتفضلي. أنا اسمي مورا. اللي قالوا أصنى لابن داود. أنت عايزة تعرفي ليه قالوا أصنى لابن داود؟ أوكي. أصله الملاك جبرائيل لما بشر العذراء قال لها يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون له ملك نهاية. فالمسيح هو ملك اليهود، والمجوس لما جم يسألوا عليه قالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فهما كانوا بيقولوا مباركة مملكة داود أبينا الآتية باسم الرب. بيقولوا مباركة مملكة داود أبينا، استقبلوه كملك. وأول ملك، أول ملك على الكرسي ده كان داود الملك. وكان لازم اللي يجوا ملوك يكونوا من نسله، فالعذراء بنت داود والمسيح منها، يبقى هو ابن داود. فهو كان الملك مش بس لأنه هو ربنا، لكن هو كان الملك كمان لأنه من نسل الملك داود. والمملكة دي من يوم ما تأسست هي مملكة داود، محدش أبدا مسموح يبقى ملك إلا لو كان جاي من نسله، يعني ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه وهكذا يعني. فالمسيح من العذراء والعذراء بنت داود، فهو ابن داود. فالنبوات كانت بتؤكد إن المسيح اللي هو المسيح هيكون من نسل داود. النبوات بتقول كده والمزامير بتقول كده. فهما فرحانين بيه ومعتبرين انه هو ملك اسرائيل وهو ابن داود، فبيقولوا خلصنا لابن داود. الجميله بقى انه ما كانوش بيقولوا خلصنا يا ابن داود، لكن بيقولوا خلصنا لابن داود، يعني الخلاص للمسيح. يعني مش بيقولوا خلصنا يا ابن داود، لا، معناها خلصنا بيقولوها للمسيح. يعني زي ما واحد يقول للواحد ايه، زي ما واحد يقول للواحد النصر، النصر لفلان، مش النصر يا فلان. يعني ان هو اللي هيعمل لنا النصر ده، النصر لفلان. النصر لفلان، خلصنا لابن داود. يعني هو ابن داود هو اللي يخلص، هو اللي هيخلصنا. نستأذنك يا سيدنا نخرج لفاصل ونرجع نكمل كلام. أصحابي نخرج لفاصل ونرجع نكمل أسئلتكم. وصلنا مبارك العيد في الرب، وصلنا مبارك العيد في الرب. اسكت يا ألف، أما أنا حلمت حلم جميل قوي. حلمت إن أنا وإنت واقفين في أورشليم. أورشليم؟ وسط الجموع اللي كانت بتستقبل بابا يسوع. بابا يسوع؟ استنى بقى، كنا عمالين نقول أوصنا مبارك الآتي باسم الرب. الله، وأنا كنت معاكي؟ وكنت رافع الزعف كده جامد وبقول، كنت بصوت عالي كده. صح، أنا فاكر، أنا كنت شاطر قوي. إيه؟ فاكر إيه ألف؟ ده حلمي أنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل نسمع باقي أسئلة أصحابنا عن حد الشعنين. مين تاني يا ولاد يحب يسأل سؤال؟ أوكي حبيبتي. هو ليه عملوا الزعف ما عملوش بأي حاجة تانية؟ خلاص أوكي. عملوا ولا تقدر زي تقصدي مسكوا مسكوا الزعف. لغاية دلوقتي الناس لما
بتحب تقول ان في انتصار بتعمل كده، بيعملوا كده صح، والزعف بيبقى طالع منه كل الورق عامل كده 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 كده. الزعف كانوا بيستقبلوا بيه الملوك لما يرجعوا من الحرب منتصرين. بس هو في نقطة تانية، الزعف شكله زي السيف بس ما بيقتلش، بيبقى طري مش زي حتى الصليب ده ناشف، لكن الزعف طري فمش هيجرى له حاجة، شكله سيف لكن ما بيقتلش. فالزعف اللي استقبله بيه السيد المسيح بيستقبله بيه الملوك بعد ما الحرب بتنتهي لما يرجعوا منتصرين. بس علامة السلام مع النصرة، فالنصرة اللي المسيح عملها هي نصرة روحية على الشيطان، ما حاربش حد من البشر عشان يقتله ولا حاجة. فالزعف بيشير للانتصار، ولغاية دلوقتي الناس تعمل كده لما تحب تبين ان هي منتصرة في حاجة. كده فيكتوري اللي هي حرف في اللاتيني، فيكتوري يعني انتصار. وفي واحدة تبقى اسمها فيكتوريا وفيكتورين كل ده يعني انتصار برضه، واحد اسمه فيكتور. لكن النقطة الأهم ان الزعف كمان ده من شجرة مثمرة اللي هي النخل اللي بيطلع البلح. فالزعف بيشير أيضا إلى الحياة المثمرة، بمعنى إن في النخلة الإنسان بيتغذى عليها. ولذلك لما شعب إسرائيل كانوا في برية سينا جم في حتة اسمها إيليم لقوا 12 عين مية و70 نخلة، وال 12 عين مية رمز للرسل 12 وال 70 نخلة رمز للرسل 70 بتوع المسيح. فلما لقوا النخل كلوا من النخلة. وهنا حتى في عيد النيروز بنقول ان البلحة من بره حمراء زي دم الشهيد ومن جوه بيضة زي قلبه الأبيض اللي مليان محبة، والنوايا اللي جواها رمز لصلابة وقوة إيمانه. نستأذنك يا سيدنا نخرج لفاصل ونرجع نكمل كلام أصحابي. نخرج لفاصل ونرجع نكمل أسئلتكم. تعال هنا يا ألف، رايح فين؟ أنا لازم أجيب زعف من النخلة علشان أروح الكنيسة واستقبل بيها بابا يسوع. تعال يا ألف وأنا هجيب لك، في واحد هناك بيبيع، تعال بدل ما تقع. لا أنا هجيب بتاعتي لوحدي. اسكتي يا بي، مش أنا رحت نمت علشان نحلم زيك ببابا يسوع؟ هاي وحلمت؟ حلمت إني بقى من على النخلة. صحيح، أنا كنت عايز أعرف يا بي، هو إحنا ليه بنمسك الزعف؟ يعني إشمعنى الزعف بالذات؟ عشان الزعف زمان كانوا بيمسكوه لما بيستقبلوا الملوك، وطبعا بابا يسوع ملك، يبقى لازم كل الناس تستقبله بالزعف. وانا كمان جبت الزعف اللي هنروح بيه الكنيسة، يعني مش محتاج تطلع فوق النخلة. رجعنا بعد الفاصل نكمل اسئلة اصحابنا عن حد الشعني. مين يحب يسأل سؤال تاني لسيدنا؟ حد عنده اسئلة؟ اوكي تفضل يا فوق. هو ليه بابا يسوع دخل اورشليم بزفة وهو عارف ان هو هيتصلب؟ هو لغاية دلوقتي لما بيجوا يذبحوا حاجة ويحبوا يعملوا احتفال بيحطوا عليها ورد ويزوقوها زي عربية العروسة كده ويزفوا الذبيحة بتتزف. فالسيد المسيح قبل انه يستقبل بزفة عشان هو داخل من باب الضأن اللي كانت بتخش منه الخرفان اللي بتتذبح في هيكل سليمان. يعني الباب اللي دخل منه أورشليم كان اسمه باب الضأن، باب الضأن اللي بتخش منه الخرفان اللي بتتذبح. فهو كان عارف انه هيتصلب، لكن ده احتفال بيه لانه الملك بتاعه هيبقى على خشبة الصليب، الرب ملك على خشبة.
فبيستقبل كملك، ومكتوب كان على الصليب من فوق يافطة يسوع الناصري ملك اليهود، بثلاث لغات: العبري اللي هو بتاع اليهود، واليوناني اللي هو بتاع الفلسفة، واللاتيني اللي هو الروماني بتاع السلطة الحاكمة. العبري رمز للدين اللي هو الدين اليهودي، واليوناني رمز للفلسفة والحكمة اللي موجودة وقتها، والرومان رمز للسلطة والقوة. فبالثلاث لغات يعني معناها المسيح عايز يقول ان هو ملك اليهود صحيح، لكن هو ايضا ملك العالم كله بصليبه اللي هيخلص به العالم. الزفة بقى ان هو داخل زي ما الدبيحة بتتزف، فهو موكب احتفالي، لكن الملك بتاعه هو انه هيملك بصليبه، انه هيفدينا ويشترينا، هيشترينا بدمه، بس لازم احنا اللي نقبل انه يشترينا، مش بيشترينا غصب عننا. لما دخل يسوع الهيكل فالاطفال كانوا بيصرخوا وبيقولوا أصنى في الاعالي، مباركه مملكه داود ابينا الاتيه باسم الرب، أصنى لابن داود. فقيادات اليهود او رؤساء الكهنه قالوا له: مش سامع العيال دي عماله تصرخ تقول ايه؟ ما تسكتهم بقى. فقال لهم: ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. السؤال بقى اللي عايز اساله لكم: العيال ليه كانوا بيقولوا الكلام ده ويمكن هما مش فاهمين معناه؟ ايوه يا بطرس. ها، علشان دول هم اللي عارفين الحق. و عارفينه ازاي؟ من عن طريق الروح القدس. برافو. أيوة. برافو كده. هو ده الكلام. المسيح اثبت ان هم كانوا بيقولوا بالروح القدس. طبعا ده هيبقى صعب عليكم تجيبوا الاثبات. هقوله لك انا بقى لانه صعب عليكم ده، بس مش صعب قوي، ده هو المسيح قاله يعني. قال لهم: ألم تقرأوا ما هو مكتوب من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا؟ عشان كده أنا اعترضت على حكاية حد فيكم قال إنه تعلموا من باباهم ومامتهم. لا، دي تتناقض مع اللي المسيح قاله ساعة ما اعترضوا على صراخ الأطفال. اللي مكتوب في المزمور: من أفواه الأطفال هيأت سبحا لتسكت عدوا ومنتقما. من أطفال الرضعان، من أطفال الأطفال والرضعان هيأت سبحا. قولوا لي بقى، الرضعان يعني الأطفال اللي بترضع، دول هيبقوا تعلموا باباهم ومامتهم إزاي؟ أنت لما قلت لك صح آخر حاجة قلتها إيه؟ الروح القدس. طب الروح القدس يقدر يخلي الطفل الرضيع يتكلم ولا ما يقدرش؟ يقدر. عشان كده الأطفال دول كانوا بيسبحوا، يعني مش شرط ان اللي كانوا لسه بيرضعوا يكونوا في اليوم ده قالوا حاجة، مش شرط. بس هو المزمور بيقول كده عايز يفهمنا ان الاطفال اللي بيقولوا وصلنا لابن داود، وصلنا في الاعالي، مباركة مملكة داود الاتية باسم الرب، ان دي ما كانتش حاجة اتعلموها من اهلهم. بيردوا على ميرنا. المزمور والمسيح بيردوا على ميرنا، بيقول لا، الأطفال ما قالوش لأن حد علمهم وحفظهم. الأطفال قالوها أصل ده يوم مش عادي، مش زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي. ده يوم دخول المسيح أورشليم، قال لهم لو العيال دي سكتت الحجارة هتقول. قدرة إلهية، زي أمر الرب حوت فابتلع يونان. المهم إن الأطفال اتكلمت، الأطفال اتكلمت وقالت كلام فوق مستواهم هم ما يفهموهوش. بس ليه؟ عشان المسيح يقول للرؤساء الكهنة اليهود، يقول لهم: شايفين؟ شايفين دول بيقولوا ايه؟ وحاجة هم ما يفهموهاش، وانتوا انتوا يا كبار بتتأمروا عليا وعايزين تسلبوني. بس كده.
نشكرك يا سيدنا على حلقتنا النهاردة. نشكرك يا سيدنا. أشكركم يا أصحابي. أصحابي الحلوين، عرفنا أن يوم حد الزعف بابا يسوع دخل أورشليم عشان يكون ملك، بس مش هيكون ملك على الأرض، لكن عشان يكون ملك على قلوبنا ويملك في السماء. نشوفكم في حلقة جديدة من ألف بيه عقيدة. عقيدتي جميلة حلوة وكل ما فيها دايما أحلى، لما بنسمع لما بنقرا كلام جواها فرحنا. عالوا بينا نقول سؤالات ونشوف إجابتها، خطوة خطوة نزيد حكايات نفهم عقيدتنا.